رح ارجع عيد السؤال لانه مرة انا تانية. كنت ملكه جمال العردات ورجعت اخذت القاب كثير جماليه قبلها بعد منها وكثير عالم شفتني من صوتي عندي بحه بصوتي اول مدير اعمالي سام حمراء بدي وجه له تحيه لسام كمان انا كمان بوجه له تحيه هو كان السبب انه ليه ما بتغني فلما شفت اول شخص هو هيثم شعبان كمان غني فقال لي عندك بحه بصوتك بدك تدريب ما بقول لك انا فيروز بس انا بغني اها وفي غيري كثير اقل مني شو رجعيده شو في كثير اقل مني وصلوا ايه. كثير بدون صوت لا صوت مين؟ ولا صوره مثل مين كثير ما في يسمي لك بس في كثير اسماء لبنانية نحن ايه اكيد بس معروفين يمكن هون على صعيد لبنان بيصير معهم اسم فيني اطرح عليك هذا السؤال انت سوابه لقيتتوا او لا شو بكي ليه عم ترجي ما برجف عادي اجريكي عم بتشرب القهوه لا انا هيك عبدق لشوف شو بدي جاوبك يعني لا انا عم بقول اللي بيقولوا اليوم عنا بالوسط الاعلامي والفني هيدا اللي بينحكى عن اي فنان اليوم ما عنده رايون رايون نحترم رايون بس احنا رح نعمل شغلنا برافو. ما رح وقف شو بدك تعمل حدا عم بقول عني صوتك منه حلو برايي الخاص طب جاوبيني انت ما عم تدربي لما عمل ديو معي انت ما عم تدربي ولما نجمة لبنانية تعمل ديو معي شو بدك اكثر من هيك كيف بثبت لك انا فنانه يعني كيف اذا نجوم كبار وقفوا حدي عم تتمرني فنيا اي اكيد وعملت كثير حفلات بامريكا وكنت غني لايف فما عندي مشكله بصوتي يعني خبريني عن انك عم تتعلمي موسيقى اي بهمني اعرف عم باخذ دروس لحتى يصير صوتي مزبوط اكثر واقدر اغني بطريقه احلى اوكي فانا صوتي مقبول واحلى بكثير من غيري اوكي بس يعني انت اليوم عم تتحضري لتصيري فعلا نجمه انا اوريدي نجمه اوكي بس يمكن انت مش شايف هذا الشيء انا اوريدي بين النجوم يعني اوريدي بعالم الاضواء وعالم الشهره فمش بعيده عني كثير بيستفزك بس واحد يقول لك هيك لا ابدا ما عادي يعني لما اجي اقول لك انت اليوم انت منك نجمه لا بالعكس لما اجي اقول لك لما اجي اقول لك انت ماشي فنيا رايك ما بيستفزك ابدا ما انا عم جاوبك ما بقول لك انه انا واقفه من وين جاي بهيدي الثقه قدام من وين جاي بهيدي الثقه بس جاوبيني يعني مزبوط مثل ما قال لي من المقربين عندكم انت حدا كتير مغرور كتير شايف حالك ليك هيدا السؤال سألته أنا لعمر دياب لمين؟ لعمر دياب أنت؟ أكيد ايه؟ سألته قلت له عمر أنت بقوله عنك شايف حالك قال لي أنا في حالي تفرق يعني أنا عبعيد كلامه لأنه هو سوبر ستار وأنا كتير بحبه التقيت بعمر دياب؟ ايه أكيد أوكي فأنا عبالك الكلام اللي قال لي وأنا رح لك إياه نفس الشيء أنا بحالي رح عيد كلامه لأنه كتير حبيته دايما بتعلم من الناس الناجحين فانا يعني ماني من النوع انه شايفه حالي لا انا بحالي بشوف حالي وحياتي وبختار الناس اللي بيدخلون على حياتي مش اي حدا بيكون معي بدي خلي نور المخرجات بياخذ لي بس لقطه للالوان تبعيد بيتك انت مفكره حالك باربي لا ما مفكره حالي باربي بس هو البيت ستيل باربي انت لا انا ماني باربي انت ما عملتي ستيل باربي لاني بحب الالوان كثير بحب الوان البينك طب جاوبيني مغروره او منك مغروره لا ليه بقولوا عنك مغروره شايفه حالك والله ماني مغروره طب ليه بقولوا شايفه حالك لاني كثير بعيده عن الكل انا بختار اصحابي ايه بختار الناس بدي احكي معهم مين بدي ادخل على حياتي فهيدي اياها منار ليه بتخافي من شو بالحياه بتخافي ما بخاف ها ما بخاف الا من ربنا الخوف هو اللي مانعك تنشهري اكثر واكثر لا ها نو في قصص كثير انا ما بعملها أيه. يعني غيري بيقدر يعملوها يقدموها بالفن انا ما في عندي ليميت معين مثل شو بكل شيء مثل اني ممكن لبسه قصير ممكن اطلع بس في قصص ما بقدر اعملها القصير تلبسي يعني انا ما في اعمل حفلات بلبنان طيب اكزامبل انزل اعمل حفله لاقدم شيء مقبيله مش مضطره عملت حفلات بامريكا بنيويورك بهم بواشنطن بدي سي وعم بغني لجاليات لبنانيه ليه بدي اجي اعمل حفله هون مع مطرب ما حدا بيعرفه ليظهر معي لا انا ماني هيك انا بنت عيله ما بتعملي تنازل اكيد ما عندي شك انه فانا هيدا الشيء اللي عم بقول لك عشان هيك انا هون شهرتي بلبنان اخف شوي لانه بمصر ما عندهم هيدا الاسلوب بمصر بيحترموا الفنانين وما حدا بيجي بيقول لك كلمه لما تطلع بحفله بتطلع بتغني طب جاوبيني انت بتقولي الشغل العادي ما بيجيب مصاري سوري طب انت شو منين جاوبيني يعني. بس جاوبيني منين بتجيب هالمعلومات لحتى اعرف حالي انا وحياة صراحة الله حايفة. وحياة الله انك انت قايلتيها وانا خبروني اياها بس جاوبيني على هيدا السؤال الشغل العادي ما بيجيب مصاري كيف يعني ما بتجيبي مصاري من الشغل العادي الانسان الذكي بيفكر يعني من فنك ما بتجيبي مصاري من شو بتجيبي مصاري عندي شغل خاص شو عندي شغل خاص شو شغلك انا انسانه كثير ذكيه هيدي الكلمه شغل خاص في حوله علامات استفهام لا انا ما خصني بالعقليه الرجعيه انا ما خصني بهود الناس انا عم بحكي شو عم بقول لك شو عم انا حاسه انا عندي شغل خاص وانا كثير ذكيه بشغلي
ما عم بقول لك بقشص ثاني، بشغلي انا كثير ذكيه وبعرف. انت بتشتغلي شيء غير الفن؟ لا حاليا لا، بس انه انا بعرف كيف اعمل مصاري، مصاري بتحبني كثير، مثل ما بتحبني المشاكل، مصاري بتحبني كثير. ففي لك انا ما بدي ارجع كارير مشاكلك بالوسط الفني، وما بدي ارجع يعني احكي عن كل هدول المواضيع. في عندي حوالي مشاكل قلتها انت كثير بقلوها، بس هي بتسائب هيك يعني. انا بالعكس قلبي طيب كثير وبحب كثير العالم، ما بحب اعمل مشاكل مع حدا، بس هلا شفت انت عصام شو كان عم بيقول وغيره، بتضطر ترد بهيك حاله. صحيح صحيح، ودائما صاحب الحق دائما بيطلع يحكي. لا عندي موضوع بعد احمد ابو هشيمه. بتعرفي شيء عنه ولا ما بتعرفي؟ لا ما بتعرفي شيء عنه. بعد بدي احكي عن فنك لانه بهمني اعرف. عم بحكي اليوم على قاعده على الارض، بتقدري انت اليوم انت بتعتبري حالك شباك تذاكر فنيه؟ انا ما عملت حفلات بعد كثير بلبنان هون ولا مره. عامله حفلات؟ ايه اكيد. طيب عال بتقدري تجيبي اكثر قد ايه؟ بقدر، في عندي كثير ناس. طب عال لتصيري تقدري ما عندي اغاني اليوم هو. شو بدك تحضري؟ هن الاغاني اللبنانيه اللي عم نعملهم هلا. ايه مع حيدر زعيتر في غنيه، وفي عندي غنيه مصريه، ففي عندي قصص كثير رح نزلها قريب. اذا بحط براسي شيء ما بنام لنفذه. اوكي شو حاطه؟ ما شاء الله حطك براسي يا طمان. انا بدي اياك تحطيني براسك، بس جاوبيني على هيدا السؤال، شو الشيء اللي حاطتيه براسك اليوم؟ اوكي فنيا. فنيا ديو مع حدا مستوى شعبان واعلى. حطيتيه براسك الشخص؟ أكيد. مين هو؟ خلص شو بدك انت؟ شو بدي؟ انا برسم البلان وبنفذه. كل شوي رح فرجيكي اسم ما حيشوفوه الكاميرا. اوكي اوكي، بس حذكرك فيه كل شوي. اذا حتكذبي علي باي جواب رح اعرض هيدا الاسم والصوره. تقدر؟ على شو تقدر تعرض الاسم؟ اول شيء ما تتحديني لانه كل شيء بقدر اعمله بالحلقه. طيب لا معي، لا ما فيك. شو يعني؟ يلا خليني كمل. انت لوين بدك توصل هذا اللي بعرفه انا اليوم.